أعطيني بدي أشرب. وأنا كمان بدي أشرب. يوسف، إذا أنا متت وصل هالرسالة لأمي، كتبت لها إياها بإيدي بعد ما تعلمت القراية والكتابة عند الآنسة زينب. مسيك، وأنا كمان كتبت هالرسالة لأمي. إذا أنا استشهدت شي بيقطع القلب. الله يخليك. أي والله ودي لها إياها. سامحني إذا غلطت بحقك. الله يسامحك، وأنت سامحني. الله يسامحك. يلا بسم الله روح. يا رب. هذا ليش هيك عمي؟ ما بعرف. لأن يوسف سامحني. شو هاد؟ لازم واحد منا يضل عايش. بده يخلي رفيقه ينفض. وقف وقف، ارمي سلاحك، ارمي سلاحك. ولا جبان، ارمي سلاحك لشوف. إذا في حدا جبان فهو أنت. طلعوا من أرضنا يلا. هاي الأرض صارت إلنا، فكر إنه رح نشفع عليك؟ أنت واللي مثلك لازم يموتوا. ومين قال لك إنه أنا خايف؟ النصر إلنا، لأنه نحن الحق وإنتوا الباطل. ما شاء الله. برافو عليكم، بيضتوا الأرض. برافو عليكم. أنا كان راسولا. عبد الله، يوسف، الله يرحمكم. الوطن أمان برقبتنا. تعيش تركيا الموحدة. يلا يا اولاد وقفوا كلياتكم قدام بعض مشان نصوركم. يلا لشوف بعدي انت هيك بعدي. معلش توقفي ورا مشان يبينوا كل الاولاد. يلا لشوف بعدي شوي. شرف مختار، عجبك العرض؟ ما شو رايكم؟ اي والله عن جد حلو المسرح، واضح انه كان. اي والله كثير. يعطيكم العافيه، موفقين. والنص كان حلو، انا بهنيك زينب خالد. شكرا كثير. هالمسرحيه متكامله من كل النواحي، الحمد لله. شكرا كثير. يلي كتب هالنص هو الدكتور طارق، اشرف على كل شيء. يلا كمان الاخ رح يصلح لمولده. شايف يا مختار، وهي القائم مقام وفى بوعده. يا ميت اهلا وسهلا، نحن كمان لازم نساعده. لا كان شلون؟ روح يا عبدو خذوا له عقل بوالدي. اي بامرك. يلا تفضل معي. يلا هالمسرحيه كلها على بعضها كانت حلوه، يعني منيح انه رح تتصلح على والدي. على هوا ما سمعت انه صار لزمان منزوعه، مو هيك يا مختار؟ شرف شرف. يلا الحمد لله. الحمد لله هالضيعه رح يصير فيها كهرباء. الحمد لله الحمد لله، والله انا مبسوط فوق ما تتصور. وهي الدوله بلشت تهتم بالضيعه. ونحن كمان لازم نساعد. ايه طبعا. وعدوني انه الضيعه رح يصير فيها خدمات، وهذا يلي بدنا اياه، مو هيك؟ لكن شو بدنا غير هيك؟ بدك الضيعه تتطور. ما لا، على عظم رقبتي ما حتشوف هالشي.